اليمن هذه الأيام يموج بالأحداث التي تحتاج من وسائل الإعلام إظهارها. ميليشيات الحوثي وصالح التي تهدد حياة الصحفيين الذين يريدون نقل الصورة الواقعية من داخل البلاد جعلت عملهم صعبا. فقرة أنا أرى تعتمد على المواطنين الصحفيين الذين يرسلون لنا عبر تطبيق أنا أرى أبرز الفيديوهات والصور التي يلتقطونها. طيران التحالف قصف معسكرات ومخازن سلاح وذخيرة وتجمعات للحوثيين وحلفائهم بمعظم المحافظات اليمنية. وقد وصلنا هذا الفيديو عبر تطبيق أنا أرى، حيث تمكن أحد المواطنين الصحفيين من تسجيل لحظة قصف قوات التحالف معسكر ضبوة التابع للحرس الجمهوري سابقا. ومن صنعاء وصلنا هذا الفيديو الذي يقول مرسله أنه لسقوط خزان للوقود في أحد الشوارع ما تسبب في انفجاره. خلوا فيها صواريخ تقال حنا قبل فيها حاجة والله أن فيها كل شيء. من جهة أخرى تواصل قوات التحالف بقيادة السعودية إيصال المساعدات إلى المواطنين اليمنيين، وهذه الصورة يظهر فيها بعض أبناء قبائل شبوة يتلقون المساعدات الجوية، وعنون المرسل هذه الصورة شكرا قوات التحالف شكرا للملك سلمان. هذه الصورة توضح روح التعاون بين أبناء الشعب اليمني، حيث قام أهالي الصبيحة بجمع ما أمكنهم من مساعدات وتحديدا المؤن الغذائية من أجل إرسالها لشبان المقاومة المرابطين في جبهات القتال، وذلك رغم الشح وضعف الإمكانيات لديهم أصلا. أما هذه الصورة فلشاب يمني وهو يحتضن كيس قمح حصل عليه من لجان الإغاثة بعد عناء طويل في صورة معبرة لحجم المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني. وشح الغذاء يرافقه شح في المشتقات النفطية، فهنا نشاهد طابورا من الدراجات النارية في انتظار دورها للحصول على بعض الوقود. وبسبب أزمة الوقود الخانقة نشاهد في هذا الفيديو شاب يمني لا يريد أن يهدر قطرة وقود واحدة، وهو يعبئ دراجته النارية بكمية ضئيلة من الوقود اتسعت في زجاجة ماء صغيرة ويقول نحن مخنوقين. أيوة بس كيف تنصر البلاد، كيف تنصر الوطن؟ والله يا اخي قالوا دولة على علي عبد الله صالح والحوث اني يسجل الامان الافضل، ايش رايك؟ انا راح اني للاسوء والله العظيم يضربوا على الكراسي ساعة ما يدورش المواطن. يلا هذا الاخ علي سيف احد المواطنين واحد الكوادر. كل ما نختاره للعرض يصلنا بشكل يومي من زملائنا المواطنين الصحفيين الذين يشاركوننا بهذه الصور من داخل اليمن أو خارجه، ونحاول دائما التحقق من مصداقيتها قدر المستطاع لعرض مادة تنقل الواقع المتفاعل بشكل يومي. وننتظر مشاركتكم عبر تحميل تطبيق أنا أرى بزيارة متجر جوجل في الهاتف الجوال أو زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية، وسنختار منها ما يبث في نشرات الأخبار على قناتي العربية والحدث ضمن فقرة أنا أرى. Thank you.